should be addressed. وقلنا أنه ينبغي التصدي لأسباب الجذب. To assess the operations of our joint mission with the UN, UNAMID. إن مهمتنا تقوم على هدفين أساسيين. أما الهدف الأول فهو تقييم الوضع الأمني والسلمي في دارفور، وثانيا تقييم عمليات التي تقوم بها العملية المختلطة للاتحاد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور يوناميد. We were happy to note two particular things. لقد سجلنا بارتياح شيئين أساسيين. The security situation in Darfur has greatly improved. اولا ان الوضع الامني في دارفور قد تحسن بشكل ملحوظ. The situation is much better than what it used to be. ان الوضع الامني هو على احسن حال بكثير مقارنه مما كان عليه بالماضي. The second thing we noted was that the relations between UNAMID and the government of Sudan has also improved. أما المسألة الثانية التي وقفنا عليها فهي تحسن الملحوظ الذي شهدته كذلك العلاقات بين الحكومة السودان وبعثة اليوناميد. From the briefings we received from the government here. وبناء على الإحاطة التي تلقيناها من الحكومة هنا. From the walis of North Darfur. من قبل والي ولاية شمال دارفور. From the wali of Central Darfur. وكذلك والي ولاية وسط دارفور. As well as from the joint special representative of UNAMID. وكذلك من المبعوث الخاص المشترك لليوناميد. Those briefings. فإن هذه الإحاطات كلها have made us to determine that we are in a much better position. We will be appealing to all those parties that are outside that peace process. وسوف ندعو كل الأطراف التي لا زالت لم تنضم بعد إلى عملية سلمية to come on board. لتنخرط فيها. And we have noted the plans of government on resettlement and integration. ولقد سجلنا كذلك خطط الحكومة فيما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين والنازحين. So that everybody is able to go back to their areas or to integrate into the local communities where حتى يتسنى لكل واحد منهم ان يندمج في المنطقه التي هو فيها او ان يعود الى موطنه الاصلي. I would like to end this press conference by thanking the government of Sudan. وفي النهايه بودي ان اتقدم بالشكر لحكومه السودان for welcoming us warmly على كرم الضيافه الذي حظينا به and for cooperating with our mission وعلى التعاون الذي ابدته مع حكومه بعثتنا. We wish Sudan واننا نتمنى للسودان peace السلم the people of Darfur those we interacted with including in the camps ولسكان دارفور الذين تواصلنا معهم ولا سيما هؤلاء الذين كانوا في المخيمات they want peace كلهم يرنون الى السلام.